للإسلام وحدة المسلمين نحن معها، لكن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام. جيد. إذن ونحن نقول لشيخي الكريم والسادة المشاهدين انتبهوا، فثائر الدراجي يحادثنا الآن باسمه الحقيقي. تفضل يا ثائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله من كان قصده خدمة محمد وآل محمد. تفضل. أقول في البداية ما تكلم به الشيخ عن أوضاع العراق، أنا أتفق معه أن أغلب الشعب العراقي غير راض مما يحدث، وأن المد الشيعي والشيعة الحقيقيين سيثورون قريبا، وسيعلمون الناس من هم الشيعة الحق. الشيعة الحق الآن في القطيف والأحساء والعراق وحتى في إيران، سنعلم الناس من هم أصحاب محمد وآل محمد. آن الأوان، آن الأوان أيها العالم، لن نسكت لا والله، لن تذهب دماء الزهراء هدرا، آن الأوان لكشف قدرة. طيب يا ثائر، ثائر ثائر، كعادتك كعادتك تثور بكلام تتفوى به لا تفقهه، لكن دعني أنا وإياك في صلب الحديث، دعني أنا وإياك في صلب الحديث. هؤلاء الشيعة الذي تقول سوف يقومون ويدعون بيا ثورات الحسين ويا غيره، هل هذا من 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 الخطة الخمسينية التي أنت تعتقدها ومن على شاكلتك أسلوب الاغتيالات، والآن في المرحلة الرابعة الآن وقد أثبتنا ذلك، هل هذا الذي وقد دار على أهلك في العراق ونرى يوميا الدماء تسكب، هل أنت من هؤلاء الذين يعتقدون هذا المنهج؟ لا سؤالي وبعدين تقول ما لديك. أنت، ما هو سؤالي؟ سبحان الله، أقول أنت ممن يعتقد وممن ينتهج هذا النهج، وأنا أخالف أخي عبد الله لعن الله الذي قبلي، أي نهج؟ لحظة الذي يقول أن لك منهج، ليس لك منهج، فالنكر والجاهل ليس له منهج، لكن أنت تعتقد أن الاغتيالات والتي يسير عليها هذه الخطط الخمينية السياسية التي تقوم على اغتيالات من بداء الثورة إلى هذه الأيام إلى ما شاء الله وبإذن الله يقطع هذا اليد وهذا السرطان؟ نحن الشيعة مظلومين لن نقتال أحدا، أول من اغتاله هو أبو بكر عندما اغتال مالك بن نويرة. طيب اقطع 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 هذا السفيه الذي ليس له إلا هذه اللغة يا أيها الناس، الدولارات. هذا يا شيخ، هذا عميل إيراني صفوي. نعم. يدفع له في سبيل أن يتحدث عن عمر وعن عائشة وعن نعم هذه نسأله اللغة نعم هذه اللغة يا شيخ، لغة القتل والسفك الدماء التي نستمع إليه من هذا الرجل العميل للنظام الإيراني، هذه اللغة هي لغة القتلة سفاكي الدماء الذين لا يعيشون ولن تقوم لهم قائمة إن شاء الله. سوف يتحرر شعب العراق منهم بإذن الله، ومن نفوذهم الفاسد، ومنه هو أمثاله عندما يكذبون، حتى هو يكذب عندما يقول مالك بن نوير وغيره، هذا كل هذا من الكذب. وطبعا الكذب عندهم دين، هؤلاء المجوس عندهم دين، ولذلك فهو لو سألته لاعتبر أبو لؤلؤ المجوسي رجلا صالحا، وهو كافر مجوسي كافر، ولذلك لا استغرب من هؤلاء، هؤلاء أوباش لا نستغرب، وهي بضاعتهم التي نعم هذا. ولذلك نحن نحاول أن نشرك، وقد أخبرت بأنه سوف يكون معنا، نحاول أن نشرك، نحاول أن نسمع صوته، نحاول أن نسمعه أصواتنا، نحاول أن نريه مثل هذه الوثائق ومثل، لكن يأبى ويأبى الله عليه. نعم، ويستخدمهم الإيرانيون، هو عربي، لكن للأسف الشديد أن أولئك يريدون أن يقيموا مجد الفرس، وتجد مثل هؤلاء المخدوعين مثل هذا وأمثاله يساعدون في إقامة المجد الإيراني الفارسي. هي إيران دولة فارسية بامتياز، إذا قام الحكم الفارسي أول الضحايا هو، لا شك.